جيت على مركز الشؤون لأسأل إذا في نشاطات. أم إجت العاملة الاجتماعية قالت لي هون في نشاطات إذا بدك تتسجل. رحت سألت أمي دغري بفقيت. النشاطات اللي تسجلت فيهم أنا تنظيم وقتي، التعامل مع مشاعري ومشاعر الآخرين، التواصل الإيجابي، التعامل مع التباعد الاجتماعي، والاعتراف بقوتي، والسلام على الإنترنت. النشاط اللي أثر فيني إيجابياً كون واقف مع رفقاتي وتواصل معهم، اسمع لهم، وقت يكونوا زعلانين أوقف حدهم وحاول ما أذيهم. نشاط أنا اللي كتير استفدت منه هو تنظيم وقتي، وأعرف إنه في وقت للعب ووقت للدرس. من ورا نشاط عقد قلبي علاقتي مع أمي تحسنت وما بقى عذبة. تعلمت كيف سيطر على غضبك. من قبل كنت بكسر وبخبط وبعيط، هلا صرت بفوت على الأوضة بس لحتى روق وبطلع بعبر عن مشاعري. مع اني انا بابا اجي على مركز الشؤون، بس في كتير اشياء بحياتي تغيرت. من قبل ما كان عندي اصحاب، بس هلا صرت اعرف اعمل اصحاب بسرعه، وكمان بعدني رفقه مع اللي اجوا معي لهون على النشاطات. بيجوا لعندي لهون على البيت وانا كمان بزورهم، وانا كمان بشجع كل الاولاد يجوا على مركز الشؤون يتسجلوا بالنشاطات، حيستفيدوا كتير ويتغيروا كتير. والعامل الاجتماعي دائما موجود اللي تسمع لكم، واسراركم محفوظه. قم بزياره اقرب مركز خدمات انمائيه للتعرف على الانشطه والخدمات الخاصه بحمايه الطفل.